لا تزال ذكرى ثورة 26 من سبتمبر حية ومتجددة مع تجدد الأجيال وهم يعيشون واقع ما قبل تحقيقها. بعد عودة مخلفات الإمام من جديد وكأنهم يتصفحون تاريخ الملكية المر التي عاشها أسلافهم، ولعل التجهيل للشعب وعزل الوطن عن المجتمع الخارجي من أبرز مآسي النظام البائد وظل تأثيرها حاضرا إلى الآن بأعين هؤلاء الطلاب، وهم يرون أغلب أفراد أسرهم بدون تعليم في الوقت الذي منحتهم الثورة هذه الفرصة والحصول على كافة حقوقهم. اليوم نحتفل بذكرى 26 من سبتمبر، هذه هي الثورة التي أخرجتنا من ظلمات الجهر مثل ما عانى آبانا في السابق من الأمية، ولكن بفضل هذه الثورة استطعنا على أن نحصل على حقنا في التعليم، فالعلم نور والجهل ظلام. إنجاز وطني جعل طلاب المدارس هنا بمحافظة المهرة يحتفلون بذكرها السنوية في طابور الصباح بالمشاركة في عدد من الفقرات المعبرة عن عظمة ثورة 26 من سبتمبر. ولم تغب عن هذه الاحتفالية الرمزية الرقصات التراثية المهرية التي تميز هذه المحافظة عن بقية المحافظات الأخرى. إن نوعي طلاب إيش أهمية 26 سبتمبر، إيش اللي حصل في ذا اليوم، عشان هم يكونون قدوة لليمن، عشان يفتخرون بوطنهم وأن وطنهم شيء عظيم، وأن مش أي يوم هذا، بالعكس يوم كان يوم عظيم، وإيش اللي حصل فيه، يعني لازم نوعي الطلاب إيش اللي حصل في ذا اليوم ونعرفهم. هذا يوم عظيم من أيام هذا الوطن المعطاء، أن نحتفل باحتفالية الاحتفالية 59 لثورة 26 من سبتمبر. هذه الثورة التي أعطت لهذا الوطن، أعادت لهذا الوطن روحه بعد يعني عهد أسود عانى فيه شعبنا اليمني العظيم من ويلات الكهنوت الإمامي ومن الظلم والاضطهاد. وتهدف هذه الاحتفالات التي يشرف عليها التربويون لغرس الروح الوطنية لدى الطلاب والاعتزاز بتاريخهم الحافل بالتضحيات ضد أنظمة الاستبداد والتخلف. يدرك هؤلاء الطلاب بأن وطنهم ظل في مستنقع الجهل إبان الحكم الإمامي، ولم يرى النور إلا بعد نجاح ثورة 26 من سبتمبر والتي يحتفلون بذكراها اليوم، وقلوبهم تتألم على أقرانهم الذين باتوا يواجهون خطر الأمية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.